البند ويتس دي معنا نهاية. بنحدد بقى البند ويتس دي ازاي؟ بص شباب، احنا زي ما قلنا دي نون بيريودك سيجنال، فما لهاش باور، ليها انرجي. فبنحسب الانرجي من التايم دومين، يعني دي امبليتيود ايه والديوريشن ناقص تاو على 2 لتاو على 2. فبنقول ايه الانرجي عباره عن ايه؟ عن تكامل اكس اوف تي اكس سكوير اوف تي دي تي على البيريود نفسها بقى، اللي هي في حالتنا احنا ناقص تاو على 2 الى تاو على 2. دي الانرجي توتال، دي بتساوي ايه بقى؟ يبقى كانها بتساوي التكامل من ناقص تاو على 2 لتاو على 2 بتاعت اي سكوير دي تي، فدي هتطلع اي سكوير تاو. سهلة، دي توتال انرجي. طيب في بقى قانون بيحسب الانرجي من السبيكترم، يعني الانرجي ريليشن من السبيكترم، ده القانون ده بيسموه بيرسفال بيرسفالز ايكويشن. المعادلة دي بتقول ايه بقى؟ بتقول ان الانرجي توتال انرجي بتساوي 1 على 2 باي من ناقص انفينيتي، الانفينيتي بتاعت اكس سكوير او جي اوميجا دي اوميجا. دي توتال انرجي من السبيكترم، يعني لو احنا عارفين السبيكترم نقدر نجيب التوتال انرجي بالشكل ده. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو حطيت هنا ده معناه ان التوتال انرجي من التايم دومين جبناها معناها ان اي سكوير تاو دي بتساوي 1 على 2 باي انتجريشن اكس اوف جي اوميجا بتساوي اي تاو، تبقى اي سكوير تاو سكوير سينك سكوير ده معناه ان ده يساوي ده. يعني التوتال انرجي لما اجيبها من التايم دومين او اجيبها من الفريكونسي دومين متساويين. الاوميجا طبعا هي 2 باي اف، فمعنى كده ان دي اوميجا على 2 باي دي دي اف، معنى كده ان اي سكوير تاو دي بتساوي اي سكوير تاو سكوير انتجريشن بتاع سينك سكوير اف تاو دي اف. انا خدت ال 2 باي دي مع الاوميجا فبقت كده. ده معناه ان التكامل ده من ناقص انفينيتي الانفينيتي بتاع سينك سكوير اف تاو دي اف ده بيساوي 1 على تاو. دي بتستخدم كمعلومة رياضية. ايه علاقتها بقى بالباند دوتس؟ هنقول حالا دلوقتي. لكن دي كمعلومة رياضية، يعني أنت بتقول إيه؟ تقدر تقول إن سينك سكوير، يعني بيقولوها إيه رياضيا كده. طبعا التكامل ده ضرب سينك سكوير دي ضربة إيفن. فنقدر نقول إن التكامل من زيرو لإنفينيتي بتاع سينك سكوير إي إكس دي اكس تقدر تكتبها كده انها 1 على 2 اي. نقدر نقول كده. يعني قلت ان دي ضعف التكامل من زيرو انفينيتي، فالتكامل يبقى من زيرو انفينيتي بتاع ده يطلع بيساوي هذه القيمه. دي ساعات بتجيب تيجي في امتحانات في ترو فولز. يعني يجيب لك تكامل دوت كده واحطه لك صح واحطه لك غلط. يعني لو كنت بتلاقي كده مثلا 2 اكس يبقى هنا لازم تبقى 4 مثلا تبقى ربع وهكذا. يعني بتيجي في حاجات زي كده. نرجع تاني للسيجنال بتاعتنا.
طبعا الايكويشن دي والعلاقه دي التكامل ده اصلا ما بيتعملش، يعني احنا ما نعرفش نكمل سينك سكوير، فبتعتبر دي مساعده للرياضه. يعني الحاجات دي بتستخدم ان انت بتجيب تكامل ما تعرفش تجيبه بالرياضه، فانت هنا جبت التكامل بالشكل ده كويس. ايه علاقتنا بقى بالباندويت؟ بيتقال ايه بقى يا شباب؟ احنا عندنا دلوقتي الاكس اوف جي اوميجا كان شكلها عامل كده، ده اللي قلناه المره اللي فاتت. دي هنا كانت دي الاف، كانت هي اي تاو سينك اف تاو. النقطة دي واحد على تاو، دي ناقص واحد على تاو، دي اي تاو. ده اللي جبناه المرة اللي فاتت. بص شباب، يوزنج بقى النيوميريكال انتجريشن، لما عملوا التكامل بتاعت اي تربيع تاو تربيع سينك سكوير اف تاو في واحد على اثنين باي من بره، التكامل من ناقص واحد على تاو الى واحد على تاو دي اوميجا كده، او عشان اكون اكثر دقه هشيل دي ونحط دي اف كده. فالتكامل ده طلع ان هو بيساوي 0.9 سكوير تاو. التكامل ده طلع ده عارفين النيوميريكال انتجريشن حطوها في الرياضه مش كده؟ طيب هدي فكره كده عنها، المفروض لازم تاخدوها يعني. النيوميريكال انتجريشن يعني عندي داله وعايز اجيب المساحه تحتيها. دي فكره عامه. بص مثلا عندي داله شكلها عامل كده. اي حاجه. عايز اجيب المساحه تحتها، بيتجاب نيوميريكال ازاي؟ يعني الداله دي مثلا فانكشن ما اعرفش ما بتتكملش. بتتعمل ازاي؟ بص بتبتدي تقسمها الى دلتا اكس. يعني هنا مثلا دي المساوئ دي دلتا اكس. وتقول ايه؟ انا عندي قيمتين هنا، ادي واي. فعندي هنا قيمه دي واي 1 ودي واي 2. وتقول ايه بقى؟ المساحه دي بتساوي ايه؟ المساحه دي بتساوي واي 1 زائد واي 2 على 2 في دلتا اكس. يعني كانه ترابيزويدال، كانه ايه؟ شبه منحرف. وتقعد بقى تمشي، يعني تعمل برنامج كمبيوتر كده، تقول اكس بنسوي كذا لغايه كذا، وبعدين النمبر اوف ستيبس بقى على حسب دلتا اكس بتاعتك قد ايه، وتقعد تجمع المساحات دي. فكده كانك جبت ايه؟ نيوميريكال انتجريشن. يعني دي احد الطرق. يعني في طرق تانية ما بتاخدوش ان هو ترابوزويدال، يعني شبه منحرف، بتاخد الجزء ده كانه كيرف كمان، يعني الجزء الصغير ده كانه كيرف. يعني الفروق ضئيله جدا. يعني المهم، طب ايه معنى الكلام ده؟ بص شباب، ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الانتجريشن دوت ما دام بيساوي 9/10 من اي سكوير تاو، يعني 90% من التوتال انرجي. يعني ده 90% اوف توتال انرجي. عادة تعريف الباندويث شباب بنقول هي الفريكونسي كومبوننتس اللي بتحتوي 90% من التوتال انرجي. يعني ده تعريف الباندويث بتاعت اي نون بيريودك سيجنال. كويس؟ فده معناه ايه؟ معناه ان الفريكونسي رينج من ناقص واحد على تاو الى واحد على تاو في 90% من الايه؟ من الانرجي. يعني الحته دي اللي سميناها المين لوب، دي فيها 90% من الانرجي. دي المين لوب،
دي فيها 90% من الانرجي. This means that of the total energy is included in the main loop. One من ناحية تانية, bandwidth is defined in the frequency range that includes 90% of the total energy. يبقى الباندويتس بتاعت الريكتانجلر بالس, يبقى ان الباندويتس بتاعت الريكتانجلر بالس هتساوي 1 على تاو ناقص ناقص 1 على تاو, يعني 2 على تاو. دي الباندويتس بتاعت الريكتانجلر بالس 2 على تاو. كويس؟ يعني 2 على او ضعف مقلوب البيريود, ضعف مقلوب البيريود. تمام, ده الباندويتس بتاعت ايه, بتاعت ريكتانجولار بالس. طيب لغايه دلوقتي احنا ما اتكلمناش غير على ريكتانجولار بالس. طب السيجنالز الثانيه الشهيره ايه, السيجنالز الثانيه الشهيره اللي هنجيب لها مثلا ال decaying exponential. اللي هي الدفعة دي اللي هي اكس اوف تي بتساوي اي اس ناقص تي او اي اس ناقص اي تي في يو اوف تي. احنا عرفنا يو اوف تي قبل كده يا شباب اللي هي الدالة اليو اوف تي اللي هي في النيجاتيف تايم بتساوي صفر وفي البوزيتيف تايم بتساوي 1. اليو اوف تي اللي هي كده, دي اليو اوف تي نسموها الستيب فانكشن. دي لما تتضرب في اي داله معنى كده ان انا بشتغل على التايم البوزيتيف بس, معناه ان انا بشتغل على التايم الايه البوزيتيف بس. يعني دي دلوقتي الاي اس ناقص تي شكلها عامل كده, دي الاي اس ناقص تي. يوس ناقص تي هنا عند 0 و 1 ممتدة كده هنا بالديكي, بس هنا بتزيد. لو ضربت بقى اليوس ناقص اي تي في اليو اوف تي بقى انا شغال على الجزء الايه البوست بس. دي عبارة عن يوس ناقص اي تي في يو اوف تي. دي الدالة اكس اوف تي بتاعنا, يعني الدالة تمتد من زيرو الى انفينيتي, مفيش فيها الجزء الايه؟ مفيش فيها الجزء السالب, مفيش فيها الجزء السالب. يبقى لو طبقنا القانون بقى بتاع اكس اوف جي اوميجا بتساوي انتجريشن بتاع اكس اوف تي اي اس ناقص جي اوميجا تي دي تي, ودي كانها بتساوي انتجريشن
هتبقى من زيرو الانفينيتي بتاع اي اس ناقص اي تي. انتجريشن ده بطلع يعني دي كانها بتساوي انتجريشن اي اس ناقص اي بلس جي اوميجا تي دي تي. يبقى اكس اوف جي اوميجا يبقى اكس اوف جي اوميجا يبقى التكامل ده يديني ايه؟ واحد على ناقص طبعا عند انفينيتي هيدي زيرو وبعدين ماينس القيمه اللي عند الواحد فتقوم تطلع واحد على اي بلس جي اوميجا. يعني دي بتاعت الاكسبوننشال. بص يا شباب كل ما نستنتجه في المحاضره كل ما يستنتج في المحاضره يعتبر معلومة معروفة أقدر أستخدمها في المسائل مباشرة. يعني أنا لو عندي ريكتانجلر بالس فبستخدم اللي هي إيه تاو سينك إف تاو أو اللي قلناها الأريا مضروبة في سينك الفريكونسي في البالس ديوريشن على طول. ما يتم استنتاجه يستخدم في المسائل المباشرة. هنا أي إكسبوننشال مش حاسبة العلاقة دي خلاص هي معروفة إن هي واحد على إيه بلس جي اوميجا. خلاص؟ يعني أي حاجة هنستنتجها في المحاضرة تعتبر معلومة معروفة. تعتبر معلومة معروفة، ماشي بقى؟ طيب، يبقى دلوقتي ده الترانسفورم بتاع اكسبوننشال يبدأ من الزيرو إلى الانفينيتي، مش من ناقص الانفينيتي للانفينيتي. دي اكسبوننشال من الزيرو الى انفينيتي. تمام؟ طيب ايه تاني سيجنالز معروفه؟ الامبولس الفوريا ترانسفور بتاعت الامبولس. بص بقى الامبلس اللي هي رياضيا بيسموها ديراك فانكشن. الديراك فانكشن هي داله في التايم دومين المفروض عرضها دلتا وارتفاعها واحد على دلتا. دلتا وارتفاعها واحد على دلتا. يعني الاريا اندر الامبلس واحد. دي اليونت امبلس. اليونت امبلس بنسميها دلتا اوف تي. دي عباره عن الليمت. لما دلتا تؤول الى الصفر بتاعت الداله دي بتاعت اكس اوف تي. ده الليمت. كويس؟ طيب الداله دي الترانسفورمر بتاعها يبقى ايه؟ الترانسفورمر بتاعها بص بقى الاكس اوف جي اوميجا يساوي انتجريشن ناقص انفينيتي الانفينيتي بتاعت اكس اوف تي طيب اكس اوف تي بتاعتي محصوره من ناقص دلتا على 2 لدلتا على 2
واكس تي اوف تي بتاعتي اصلا هي واحد على دلتا، هي واحد على دلتا. وبعدين الداله بتاعتي دي موجوده اراوند زيرو بس هنا، الاكس اوف تي exists only at t بتساوي صفر. وبالتالي e اس ماينس j اوميجا t دي، لان t بتساوي صفر يبقى بتساوي واحد، يبقى كنا التكامل ده يا شباب يعني ايه اس ماينس جي اوميجا تي دي بواحد، لان انا الداله موجوده حوالين الزيرو فقط. التكامل ده بيدي الاريا تحت الامبلس. والاريا اندر الامبلس بتساوي واحد. ليه؟ لانها عباره عن دلتا في بعض على دلتا. يبقى اليونت امبلس لو عندي امبلس ده معناه ان الترانسفورم بتاع دي يونت امبلس في التايم دومين هنا يوزنج الفوريير ترانسفورم دي بتطلع في الفريكوانسي دومين واحد. يعني المعلومه اللي اعتقد قلناها قبل كده ان الامبلس في التايم دومين يديني دي سي في الفريكونسي دومين، زي ما قلنا ان الدي سي في التايم دومين، الدي سي في التايم دومين ده عباره عن امبلس في الفريكونسي دومين اللي هو عندي زيرو، لانه عباره عن فريكونسي زيرو. فالامبلس شباب اليونت امبلس الترانسفورم بتاعها 1. لو الامبلس دي ليها ارتفاع خلاص تاخد يبقى نفس القيمه بتاعه الارتفاع، يعني امبلس ارتفاعها 5 تبقى الترانسفورم بتاعها 5 وهكذا. يبقى اليونت امبلس هي الترانسفورم بتاعها بالشكل ده، امبلس ارتفاعها ايه الترانسفورم بتاعها ايه بس. تمام. يبقى دول ثلاثه بيزك فانكشنز اساسيين. في حاجة مجازا بيعتبروها اللي هي ايه؟ الستيب فانكشن الترانسفورمر بتاعها هيطلع ايه؟ الفوريير ترانسفورم بتاعت الستيب فانكشن. ليه؟ اللي هي الداله دي اللي هي دي اوف تي اللي هي زيرو هنا بعدين تبقى 1. بص يا باشا دي بيبصوا لها كانها ايه؟ انا بنقول ان هي يو اوف تي كانها بتساوي اي اس ناقص اي تي، واخد بالك ازاي؟ والتي من زيرو لانفينيتي لما دي الليمت لما اي تقول الى زيرو، يعني الليمت لما اي تقول الى زيرو مكانها بواحد. فبنعتبر ان اليونت ستيب فانكشن حالة خاصة، هرد على عارف السؤال، حالة خاصة من اكسبوننشال ديكي لما اي تساوي صفر. طبعا احنا عرفنا في الاول ان اي دالة ليها انليمتد انرجي المفروض ما ينطبقش عليها فوريير ترانسفورم. اي حاجة انليمتد في الانرجي، يعني دي عشان تجيب الانرجي بتاعتها تقول التكامل من زيرو للانفينيتي بتاعت 1 فدوم تطلع انفينيتي، فطبعا دي نظريا لا ينطبق عليها ايه؟ فوريير ترانسفورم،
احنا قلنا لازم يبقى ليها ليميتد انرجي، لازم يبقى ليها ليميتد ايه انرجي. لكن دي عمليا، بص شباب عمليا مفيش حاجه اسمها هتطلع دلوقتي وتقعد ما شاء الله، دي عمليا مش موجوده. لكن لما يبقى الزمن ده طويل بنقدر نقول دي كانها ايه، هنجي لها بعد شويه، دي كانها ريكتانجولار بالس بدات عند زيرو وتنتهي نظريا ما لا نهايه، مفيش حاجه اسمها ما لا نهايه، عمليا مفيش حاجه اسمها ما لا نهايه. فالتقريب اللي بنقوله ده بيبقى صحيح يعني، بس ده اللي قصدنا نقول عليه. يعني هو مفيش حاجه في الدنيا زي ما بنقول من نقص انفينيتي لانفينيتي يعني منذ الازل الى الابد، مفيش كده يعني. لكن ممكن ان هي رياضيه لما تيجي تحسبها زي ما قلنا مثلا في الفوريير سيريز لو عندك 100 سايكل ولا حاجه هتلاقي الكلام اللي احنا بنقوله تقريبا صح. فهي لو البالس دي طويله فتقدر تقول ان الترانسفورم اللي هنقوله ده صحيح. ليه؟ في الحاله دي كانه ايه؟ كان حاله خاصه من الايوسيناس اي تي. ولما هي ترانسفورم فكانها بتساوي واحد على ايه؟ زائد جي اوميجا الليميت لما ايه؟ تقول الى صفر. ده الكلام ده يعني واحد على جي اوميجا. فبنقول ان اليونت ستيب فانكشن الترانسفورم بتاعها واحد على جي اوميجا. واحد على جي اوميجا. دي الدوال الاساسيه اللي بنستخدمها. دي الدوال الاساسيه اللي بنستخدمه. كويس، يبقى عندنا ستيب فانكشن، عندنا الريكتانجولار بالس، عندنا اكسبوننشال ديكي، كل الحاجات دي حاجات اساسيه، والامبلس والامبلس. يا شباب طيب طبعا احنا مثلا في الريكتانجولار بالس بنقول ايه؟ بنقول ان البالس دي باديه من ناقص تاو على 2 الى تاو على 2. فطبعا السؤال المنطقي اللي يتقال ايه التي بتساوي ماينس دي؟ طبعا يعني من قبل كده، لا الطبيعي طبعا بتبقى حاجه من زيرو الى كذا. هنتكلم دلوقتي على البروبرتي بتاعت التايم شيفت. انا بص يا شباب في مجموعه من البروبرتيز للفوريير ترانسفورم بتسهل لنا جدا اي ترانسفورم، فهنبتدي نقولهم واحده واحده. فاول واحده اسمها التايم شيفت بروبرتي، نشوفها مع بعض. اليونت امبلس اه مالها؟ لو الامبلس يعني ايه؟ بص انا عندي مثلا ريكتانجلر بالس كده، فدي امبليتيود ايه؟ لو عملنا تفاضل زي ما يجي قدام شويه، تفاضل الداله دي، تفاضل الداله دي نظريا هنا انفينيتي صح كده؟ نظريا لو دي اكس تي ودي تي، فعندك اللحظه اللي طالع فيها البالس دي نظريا تبقى انفينيتي رياضيا، لان في تغير في الواي دايركشن، مفيش تغير في الاكس دايركشن صح كده؟ دي واي باي دي اكس هنا عند النقطه دي بكام؟ نظريا بكام هنا؟ فين؟ لكن لما نيجي نفضلها دي من ناحيه السيجنال بنقول دي عباره عن امبلس، السيجنال بتاعتي عامله كده فكانها كده، كان عندي امبلس كده وعندي امبلس كده. الامبلس دي امبليتيود بتاعها ايه؟ كان بنقول كده ده المعنى. يعني انا بشوف دي امبلس. طبعا بص شباب حكايه انفينيتي دي حقيقه مش موجوده في الدنيا. ليه؟ احنا بنفترض ان حصل ارتفاع في سيجنال في زيرو تايم، ده بيحصلش. السلوب بيبقى كبير اه، لكن في حاجه اسمها انفينيتي، يعني التايم اللي بيطلع فيه ممكن يبقى 1 مايكرو سكند 1 نانو سكند ايا كان قليل، بس مش زيرو. فحته الانفينيتي عمليا مش موجوده.
ولو تفتكروا في الترم اللي فات لما خدنا دائرة الديفرنشيتر باستخدام الريفريشن امبليفاير، فاكرين لما كنا بنعمل حتى التفاضل لو كانت داخلة سكوير ويف كانت تطلع امبلسز والامبليتيود بتاعها كان ايه؟ في سي سي. فحكاية انفينيتي دي رياضيا بس، لكن عمليا مش موجودة، مش حاجة اسمها انفينيتي. هي انفينيتي دي حاجة ممكن تبقى نسبية، حاجة بالنسبة لحاجة، زي ما اقول مثلا ايه الطول بتاع المدرج ده لو قارنته بطول مثلا 1 سنتيمتر يبقى انفينيتي، على اساس ان ده الطول ده مثلا 20 متر، ف 20 متر ده يبقى كانه 2000 سنتي، ف 2000 جنب 1 يبقى 2000 دي كانها انفينيتي، كانه يعني حاجه كده يعني. مسائل انفينيتي وزيرو او صغير قوي وكبير قوي دي مسائل نسبيه على حسب انت بتتكلم على ايه. ماشي؟ انا همسح البورد بقى كلها عشان ايه تيجي نتكلم على البروبرتيز. دي المعادلة الأساسية بتاعتنا. طيب افرض الدالة بتاعتي شيفتت، اشيوم بقى ان الدالة اكس اوف تي دي شيفتت تو ذا رايت، افترض ان هي بقت شيفتد، فهيبقى عندي الداله بتاعتي اكس اوف تي ماينس تي نوت، هسمي اكس داش تكامل اكس اوف تي ماينس تي نوت يا شباب. دي الدالة التانية. طبعا ما حدش يقول لي هنا احط هنا تي ماينس تي نوت، لا، لان يعني دي بقت دالة جديدة اسمها اكس اوف تي ماينس تي نوت. ريوس ماينس جي اوميجا تي دي هي باستمرار. هي باستمرار. طيب بصوا هنشيل ليت تي ماينس تي نوت بتساوي يو. إذا تي بتساوي يو بلس تي نوت، دي تي هي نفسها دي يو، ويبقى عندي اكس داش وبجيهم تساوي
انتجريشن ناقص انفينيتي لانفينيتي بقت هنا اكس اوف يو يوس ماينس جي اوميجا بقت بالمنظر ده تمام. هطلع الترم اللي هو اي اس ماينس جي اوميجا تي نوت بره لانه مش داله في اليو. بص يا شباب طلعت المعادله بالشكل ده. لو قارنت المعادله واحد بالمعادله اتنين دي لو قارنا واحد باتنين يبقى بص شباب الانتجريشن ده هو نفسه الانتجريشن ده لان المسمى دي ولا يو ولا اي حاجه ما تفرقش. ده تكامل محدود ده معناه ان اكس داش اوف جي اوميجا بتساوي اكس اوف جي اوميجا اي اس ناقص جي اوميجا تي نوت. في دوشة ليه يا شباب؟ في دوشة ليه؟ فده معناه ايه؟ الفورمولا دي بقى بتتكتب كده. بنكتبها كده، نقول هنا اف اكس اوف تي يوزنج فوريير ترانسفورم اديتني اكس اوف جي اوميجا ذن اكس اوف تي ماينس تي نوت بالفوريا ترانسفور هتديني اكس اوف جي اوميجا زي ما هي في اي اس ماينس جي اوميجا تي نوت. دي بنسميها التايم شيفت بروبرتي. دي اسمها التايم شيفت بروبرتي. مثال مباشر لو اكس اوف تي بتاعتي كده اللي هي ريكتانجلر بالس من 0 الى تاو. احنا سبق ان احنا استنتجنا خليكم معايا احنا عارفين ان دي بالفوريير ترانسفورم بتديني ايه؟ بتدي ايه تاو سينك اف تاو. هنا حد يقول لي الشيفت مقداره قد ايه؟ ما بين اللي فوق واللي تحت. تاو على اتنين. الشيفت مقداره تاو على اتنين. دايما بص ايه؟ للسنتر بتاع البلس. السنتر بتاع البلس في الاساس كان عند زيرو. اتنقل بقى عند تاو على اتنين. فلما تبص للسنتر يبقى اتنقل تاو على اتنين. يبقى مباشرة دي من غير اي اثبات. هنقول بقى هنا يوزنج التايم شيفت بروبرتي
يبقى اكس وجي اوميجا هتساوي اي تاو سينك اف تاو اي اس ماينس جي اوميجا تاو على دي. تمام؟ طيب مثال تاني، لو انا عندي حاجة كده اكس وزي بشكلين، عايز اوجد اكس وجي اوميجا. حد يبلين ها اللي على الشمال ريكتانجل بلس على الشمال ايه تاو بكام؟ ها ايه تاو بكام؟ ها؟ ايه صعبة دي؟ ايه في تاو بكام؟ كام يعني؟ يبقى هنا الثلاثة كلها الاثنين اللي هو طيب يا كام؟ ستة يبقى الايه تاو ستة سينك الفريكونسي في الديوريشن 2 اف ايه وسع ايه بقى؟ ها؟ الشيفت انا مقداره قد ايه؟ الشيفت مقداره قد ايه؟ لا ها الشيفت مقداره ناقص 3 الشيفت مقداره ناقص 3 السنتر بتاع الريكتانجلر بالانس جه فين؟ جه عند ناقص 3 السنتر في الاساس الاساس بتاعي الريفرنس ده ده السنتر عندي زيرو السنتر راح عند كام؟ عند ماينس 3 يبقى ايه اس ايه؟ ها؟ اي اس 3 جي اوميجا لان الشيفت لما الشيفت يبقى شمال يبقى بالماينس وماينس ماينس يبقى بلس ها؟ سنتر ده بقى عند ماينس 3 انت بتقارن السنتر بتاع اللي انت بتتكلم عنها بالسنتر ده وبعدين دي هتبقى ايه؟ ها؟ سهل قوي بقى صح كده؟ تمام يعني كانها بتساوي دي اكزامبل بقى يعني كانها بتساوي 6 سينك لما عندك دي زائد دي دي تساوي ايه؟ دي تساوي ايه؟ ها؟ باتنين كوزاين يعني كانها في النهاية يا شباب ادي التايم شيفت ادي التايم شيفت ومثال عليه
اي دولة تعمل لها تايم شيب تتحسب بالمنظر ده. كويس. في بروبرتي تانية صغيرة اقولها قبل ما ندخل في البروبرتي التانية. ها انا همسح الجزء ده. الاريا اندر اكس اوف تي في بروبرتي بتدي الاريا اندر اكس اوف تي. بص بقى او ساعات دي بيسموها الدي سي فاكتور. انتوا معايا؟ احنا عارفين ان دي نمره 2 اكس اوف جي اوميجا ماشي ات اوميجا بتساوي صفر. يبقى عندي اكس اوف زيرو بتساوي الانتجريشن بتاع اوميجا بتساوي صفر. يبقى اي اس ماينس جي اوميجا تيتا بتساوي واحد. يبقى انا اكس اوف تي دي تي ايه معناه؟ بص شباب ده معناه انك لما تجيب ترانسفورم وتعوض باوميجا تساوي صفر لازم يدي المساحه تحت اكس اوف تي. ايه معنى ده؟ بص this means that the transform at omega بتساوي صفر gives the area under x of t. طيب دي تقدر منها تتاكد اذا كان الترانسفورم اللي انت عملته صح ولا غلط. ازاي؟ دي تعتبر كتشيك عليك. بص بقى دي دلوقتي الاريا بتاعت البلس دي كام؟ ايه كده؟ طيب حط هنا اوميجا صفر ليه اف بصفر تطلع ايه؟ ها؟ هنا ايه ده؟ ده دليل ان الترانسفورم بتاعك بتتعمل صح. ده بنشتغل بيه للتاكد من انه صح وغلط. طيب بص هنا، هنا الاريا كام؟ بتاعت الاكس اوف تي 12. الاريا ب 12. هنا ادي 12. حط اف بصفر واحد، حط اوميجا بصفر يبقى 12، يبقى صح. يعني انت بتيجي تعمل ترانسفورم وتحط اوميجا تساوي صفر لازم يطلع لك الاريا اندر اكس اوف تي. ماشي؟ لو طلع غير كده يبقى انت في غلط عندك. لو طلع غير كده يبقى في غلط. دي تاني بروبرتي. ماشي؟ طيب شوف البروبرتي الثالثة. دي بيسموها الدي سي بروبرتي. الدي سي يعني ترانسفورم عندهم قد تساوي صفر.
differentiation in time proper. خليكم معايا. الإيكويشن أو إنفيرس فوريير ترانسفورم دي كنا كتبناها في الأول بس ما استخدمناهاش. اللي هي كانت إيه؟ إكس أوف تي تساوي 1 على 2 باي إنتجريشن بتاعت إكس أوف جي أوميجا يؤس جي اوميجا تي دي اوميجا. تستخدم امتى المعادله دي يا شباب؟ لو اكس اوف جي اوميجا جذر وعايز توجد اكس اوف تي المناظر. لو اكس اوف جي اوميجا جذر وعايز تجيب اكس اوف تي استخدم المعادله دي. هنفاضل طرفي المعادله بالنسبه للتايم. Differentiating لما نفاضل الطرفين بالنسبه للتايم يطلع عندي دي اكس اوف تي باي دي تي هتساوي 1 على 2 باي انتجريشن التفاضل بتاع اس جي اوميجا تي بالنسبه للتي يبقى ايه؟ اضرب جي اوميجا بص يا شباب لو قارنا المعادلتين 1 و2 بص يا شباب لو قارنا المعادلتين 1 و2 نلاقي ان لما هنا اكس اوف تي هنا اكس اوف جي اوميجا لما هنا دي اكس اوف تي بقى دي تي طلع هنا جي اوميجا في اكس اوف جي اوميجا تقوم دي بنستنتج منها البروبرتي بنقول الاتي دي مهمه جدا يا شباب قوي قوي اف اكس اوف تي بالفوريا ترانسفورم اداني اكس اوف جي اوميجا then dx of t by dt بالفوريا ترانسفورم هيدي جي اوميجا x of جي اوميجا يعني تفاضل الدالة تفاضل الدالة يديني الترانسفورم بتاع الدالة الأصلية مضروب في جي أوميجا. هنشوف أمثلة على كده حالا دلوقتي. شوف أمثلة على كده. بص يا شباب تعالى هناخد الريكتانجلر بارس اهي. هعمل لها تفاضل. هنعمل لها تفاضل. دي اكس اوف تي باي دي تي. تطلع ايه؟ ها؟
تفضل ديت معايا يا شباب. لسه قايلين من شويه صغير. زيرو في جزء الكورس. ايوه اتنين امبلس. واحده امبلس طالعة كده وامبلس نازله كده. سيجنال ماشيه كده. هنا مقدارها ايه؟ طيب الفوريير ترانسفورم بتاع التفاضل بقى. الفوريير ترانسفورم بتاع التفاضل خلينا نسمي التفاضل ده اكس داش تي. يبقى الفوريير ترانسفورم بتاع اكس داش تي نوع التفاضل. ها دي امبلس. الامبلس قلنا الترانسفورم بتاعها بيطلع ايه؟ هو هو. يعني القيمه ايه؟ تطلع هي هي. بس دي مش امبلس عند زيرو، خليكم معايا. ركزوا معايا يا شباب. دلوقتي بنجمع المعلومات كلها بتاخدك. الامبلس الزائد اللي هي 1 كانت يونت امبلس. لو مضروبه في حاجه تبقى زي الحاجه. بس الثانيه كانت امبلس عند ايه؟ عند زيرو. الامبلس دي حصل لها ايه؟ شيفت. طبق قاعده الشيفت. يبقى دي تساوي ايه؟ ها؟ اجوا معايا. يبقى هنا الترانسفورم بتاع دي ايه؟ بس دي شيفتت. ها؟ يبقى نضربها في ايه؟ ايروس ماينس جي اوميجا تي نوت. تي نوت الشيفت، الشيفت مقداره كام هنا؟ ماينس 2 ثم تضرب اي اس جي اوميجا 2 لان الشيفت ده شمال. اما الثانيه فماينس اي ده ترانسفورم بتاع التفاضل. تمام؟ ايه علاقة الترانسفورم بتاع التفاضل بالترانسفورم الأصلي؟ أهي. الترانسفورم بتاع التفاضل هو جي أوميجا إكس في جي أوميجا. ده عبارة عن جي أوميجا هيساوي ايه؟ افتح قوس الترم ده عباره عن ايه؟ اتنين لا اتنين جي ساين ده بيساوي جي اوميجا. الجي هتروح مع جي يبقى اكس وجي اوميجا بتساوي 2 اي على اوميجا اللي هي 2 باي اف في ساين وهشيل الاوميجا واحط 2 باي اف بقت باي اف تاو. شفت الاوميجا عدد 2 باي اف كويس؟ دي هتطلع مع دي بقت ايه على باي اف في ساين باي اف تاو عشان تخليها سينك تعمل ايه؟ تاو فوق وتحت بقت ايه؟ ايه تاو اللي احنا عارفينها. يبقى انا جبت
الترانسفورم بتاع الريكتانجولار بالس من التفاضل بتاعها. طبعا الحاله دي الاسهل ان انا بجيبها بطريقه مباشره، بس انا عايز اثبتلك ان بالتفاضل تقدر تجيبها مظبوطه، بالتفاضل تقدر تجيبها مظبوطه. طب تعالوا نعمل الشيفتد ريكتانجولار بالس. الشيفتد ايوه ما هي السيجنال ده عباره عن ايه؟ عن امبلس كده ودي تفضلها صفر وامبلس كده. هي اصلا رياضيا التفضل ده يطلع معنى نهايه، بس قلنا مفيش حاجه اسمها نهايه، هي امبلس. ماشي يا شباب؟ البروبرتي دي هنستخدمها كتير جدا يا شباب بتاع التفاضل. هنتكلم دلوقتي في كذا تطبيق. الساعة كام دلوقتي؟ بس نص. لسه شوية، ماشي. تعالوا نشوف الريكتانجولار بالس اللي شفتت. تعالوا نعمل تفاضل. بص يا شباب انا عايز ادي بس نصيحه للجميع. الماده دي لما تذاكرها لازم ورقه وقلم. يعني ما ينفعش انت كده عمال تسمع الامور حلوه. ما ينفعش وانت بتذاكرها كده ابدا. تقعد تقرا ما ينفعش. انت لازم تقرا حاجه وبعدين تسيب اللي انت قريته وتحاول تجرب الحاجه دي بايدك، غير كده مش هينفع. يعني ما كنتش تشتغل بايدك في الماده هتلاقي الماده بالنسبه لك تراصم. يعني انت بتعرف يعني ابسط حاجه انك بتشوف الحاجات اللي حليناها بتعملها بنفسك. طلعت نفس النتائج ولا لا؟ لانك لو تعتمد ان انت قاعد في المحاضره حاسس انك فاهم تيجي في الامتحان لو ما بتشتغلش بايدك ولا حاجه. لا ولا حاجه. فلازم تذاكر بورقة وقلم وتكتب بإيدك. تمام؟ طيب حد يقول لي التفضل هنا يطلع إيه؟ ها؟ التفضل يطلع إيه يا شباب؟ ها؟ إمبلس فيلو إمبلس فيلو عند ايه اول حاجة؟ عند زيرو. امبلس عند زيرو اهي. مقدارها ايه؟ والامبلس الثانية عند التاو. ده التفاضل. دي بنسميها اكس داش. يبقى الفوريير ترانسفورم بتاعت اكس داش اوف تي بتساوي هتساوي ايه بقى يا شباب؟ خليكم معايا. ها الامبلس دي تدي ايه؟ ايه وبس، لان دي عندي زيرو ناقص ايه ايه اس ناقص جي اوميجا تاو. ادي ترانسفورم. يعني كانها بتساوي ايه؟ واحد ناقص اي اس ناقص جي اوميجا تاو. دي بتساوي ايه؟ بتساوي جي اوميجا اكس وجي اوميجا. تمام؟ يعني اكس وجي اوميجا بتساوي
طبعا دي شكلها مش الشكل اللي جبناه قبل كده. دي عبارة عن ايه؟ shifted rectangular pulse. مفروض تديني ايه؟ A tau sin كيف tau فيوس ماينس جي اوميجا كام؟ ها؟ جي اوميجا تاو على 2. تمام. عايزين نوصل الصورة دي للصورة دي. بص شباب، في حاجة هقولها دلوقتي بنستخدمها كثيرا جدا. بصوا، لما بيطلع عندك المنظر ده واحد ناقص يوس ماينس جي اوميجا تاو على 2 تعمل ايه؟ بص هنقول اكس اوف جي اوميجا هتساوي ايه على جي اوميجا. بصوا بقى الحيله الرياضيه، هاخد بره في الترم ده اي اس ماينس جي اوميجا تاو على 2. خليكم معايا، هاخد مشترك اي اس ماينس جي اوميجا تاو على 2. عندك هنا واحد، يبقى ايه اللي موجود في اول قوس؟ اي اس جي اوميجا تاو على 2. ناقص هنا هيبقى ايه بقى؟ ها؟ اي اس ماينس جي اوميجا تاو على 2. لما تضرب ده يطلع اي اس ماينس جي اوميجا تاو. دي عبارة عن ايه؟ ها؟ 2 جي ساي. والاوميجا اشيلها احط 2 باي اف. اتنين جي دي هتبقى مع اتنين جي بقت ايه على باي اف ودي ساين، شيل الاوميجا وحط اتنين باي اف ها فاضل لنا نعمل ايه؟ اقدر تلاقوا فوق تحت تبقى A تاو دي بعدين سينك F تاو هي نفسها الصورة القديمة. تمام؟ يبقى إذا باستخدام التفاضل أقدر أوصل للحكاية. طبعا أنا عملت التفاضل في حاجات ما تستاهلش التفاضل اصلا. لكن بص شباب، لو انا عندي بقى حاجه ثانيه بقى، بس يعني هكملها المره الجايه. اكس اوف تي كده بقى. لو عندي اكس اوف تي كده وعايز تبقى الترانسفورم بتاعها بالطريقه المباشره تحلها ازاي دي؟ ها؟ لازم تجيب معادله الخط المستقيم ده ومعادله الخط المستقيم ده. معادله الخط المستقيم ده تساوي ايه؟ حد يقول لي. الاسلوب موجب ولا سالب هنا؟ الاسلوب هنا ايه؟ الحته دي ايه؟ موجب. مقداره ايه على تاو؟ ايه على تاو في تي بلس ايه؟ دي المعادله. عايز تتاكد المعادله صح؟ حط تي بناقص تاو يطلع لازم صفر. وحط تي بصفر يطلع بايه؟ هنا هتبقى عباره عن ايه؟ ماينس
فلو عايز تجيب اكس اوف جي اوميجا يبقى هتضرب المعادلة دي في اي اس ماينس جي اوميجا تي دي بطريقة مباشرة. يعني هنا هيساوي تكاملين تكامل من ناقص تاو الى زيرو بتاعت ايه ده بالطريقة المباشرة. خلي بالك هيقابلك هنا هيقابلك تكامل باي بارتس عندك تي اس ماينس جي اوميجا تي. طبعا هتبقى عملية طويلة. ده العملية طويلة. وما بالك بقى لو كانت دي بقى تي سكوير ولا أي حاجة قصة تانية. هنشوف بقى دي هنسيبها المرة الجاية هنشوف ازاي نستخدم البروبرتي بتاعت الديفرنشيشن ونوجد الترانسفورم بتاع الداله دي ناخد غيابها.